عاملان في مجال الصحة النفسية لكل 100,000 شخص في العراق، رقم يتكلم عن نفسه ويؤشر ضعفا كارثيا في بلد مثقل بجراح وأثر الحروب والنزاعات على مدار عقود. ويرى باحثون ومتخصصون أن هذا المجال أهملته السلطات المتعاقبة ولم تدرك أهميته في مجتمع يبلغ قوامه نحو 43 مليون نسمة. يوجد في العراق عدد محدود من مستشفيات الصحة النفسية، أكبرها مستشفى الرشاد التعليمي في بغداد المعروف سابقا باسم الشماعية، تأسس عام 1950 ويستقبل المصابين بالأمراض العقلية المزمنة والخطيرة. يعاني مستشفى رشاد المكون من 24 جناحا نقصا حادا في الأطباء والمعالجين النفسيين، إذ يوجد فيه 11 طبيبا نفسيا فقط، فيما عدد المرضى يتجاوز 1500، أي أن لكل طبيب 150 مريضا بعهدته. أقر العراق عام 2023 موازنة ثلاثية هي الأضخم، بلغت 153 مليار دولار، وبلغت تخصيصات وزارة الصحة منها 10 تريليونات و7 مليارات دينار، ما نسبته 5% من مجمل الموازنة. ومع ذلك لم يتم ذكر مبلغ محدد للصحة النفسية. وترى منظمة الصحة العالمية وجود حاجة ملحة إلى مزيد من الدعم للصحة النفسية المجتمعية في العراق وإعطائها الأولوية، وهذا يتطلب بالضرورة تشريع قوانين جديدة لدعم ملف طال إهماله.